سيرا على الأقدام يواصلون رحلتهم إلى إدرنا التركية. إنهم سوريون فروا الحرب والوضع المأساوي الذي تشهده بلادهم، وكلهم تصميم على مواصلة طريقهم إلى الإلدورادو الأوروبي. قرار إغلاق عدة دول أوروبية لحدودها لمواجهة تدفقهم لم تثن من عزيمتهم. نحن هربانين مثل ما حكيت من الظروف القاسية اللي كنا عايشين فيها. يعني حاولنا كتير، بس نحن فضلنا أنه نطلع، ما نطلع بالبحر، يعني كرمال اللي عم بصير هلأ، كرمال الغرق وكرمال المشاكل اللي عم بتصير. أنا عم فكر اطلع لألمانيا بصراحة. يعني أولا حابب وصل رسالة للشعب الأوروبي على أنه عم نعاني بسوريا. ثانيا بحب كمل دراستي اللي تركتها بسوريا. يعني مجموعة صغيرة من المتطوعين كانت على قارعة الطريق لتوزيع الطعام، خاصة لمئات الأطفال والرضع، بالإضافة إلى مختلف المساعدات الصحية التي يحتاجها اللاجئون. أغلبهم أمضى أوقاتا صعبة خلال تنقلهم المتعب. يبدو أن اللاجئين الذين يرغبون في السفر إلى اليونان لن يتخلوا عن فكرتهم بسهولة. الانتظار لفترة طويلة يزيد من توترهم، والسلطات لم تستطع حتى الآن من إقناعهم عن التخلي عن فكرة السفر، يقول مراسل يورونيوز في إدرنا.